لكن انت من الناس الراضيين الحمد لله. لله جدا جدا آه. وحتى لما تحصل ازمات او مشاكل ببقى متوقع. يعني انا هقول لك على حاجه, مره من قريب يعني كنت قاعد في البيت, انا عندي عربيتي الشخصيه وفي عربيه بتاعه المكتب والشغل وكده, فانا قاعدين بنتعشى انا ونبيل صديقي, وجاي لنا وليد منصور المنتج. فانا المكان اللي انا ساكن فيه لازم اطلع اجيب الحد من على البوابه يعني, فقاعدين بناكل انا ونبيل, فوليد كلمنا قال لنا انا عند البوابه, فنبيل قال لي انا هروح اجيبه, قلت له اخليك كمل اكلك وانا هروح اجيب البتاع. فانا رحت راكب العربيه الثانيه ورا, ورحت مدور ومستعجل بقى عشان وليد متاخرش عليه, رحت جايب مرشدير ومنطلق, رحت لابس في العربيه الثانيه بتاعتي, فرحت فاتح الباب ونازل, ما عايز اتخانق مع حد بس مش لاقي مع عربيتي برضه, فاهم اللي هو بقى رحت قافل الباب وراكب وماشي, هتخانق مع مين؟ ماشي ما انا خبطت انا يعني. يا اغرب حادثه. طبعا يعني واحد بيخبط عربيه مراته, واحد خبطت عربيتي, عايز انزل اتخانق معايا بس مش عارف.